البنية، البنية الصغيرة هيدا بنت حيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة. مرحبا بكل متتبعينا أينما كنتم داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، وفعلا اليوم محتاجينكم كاملين، لا اللي داخل أرض الوطن ولا اللي خارج أرض الوطن. خوتي معنا أم تناشدكم، معنا أصدقاء المرحوم حمزة يناشدونكم، معنا يعني ساكنة مدينة خريبكة كيطلبوكم وتيترجوكم. أي واحد قدر يمد لهم يد المساعدة فاليوم كيطلبوكم من بعد الله سبحانه وتعالى أنكم توقفوا بجنبهم. أول حاجة مشاهدينا قبل ما نعطيهم الكلمة، بغيت نقدم التعازينا الحارة للعائلة ديالو، الأصدقاء ديالو، لساكنة مدينة خريبكة ولكل المغاربة. أكيد كيبقى حمزة ولدنا أخونا، حمزة عنده 27 سنة، حمزة شاب مشى من أجل أنه يبني الحياة ديالو، من أجل الحياة الوردية. حمزة للأسف الشديد 3 سنين هو غايب على بلاده، 3 سنين هو مازال تيحلم وتيقول نحقق الحلم ديالي، 3 سنين هو مكرفص وفي التمارة ولكن صبر وقال ما نرجعش لعند ميمتي وما نرجعش لبلادي حتى نحقق الحلم ديالو. قدر الله وما شاء فعل، تيجي الخبر ديال حمزة مات، وللأسف الشديد مات مقتول مشاهدي قناة شوف تيفي. فلهذا مشاهدينا بغيتكم كاملين، خوتي خواتاتي عائلتي الثانية، كل شيء يقدم التعازي للعائلة ديالو وللأصدقاء، كل شيء يدعى معاه بالرحمة والمغفرة، كل شيء يقول الله يرحمه الله يوسع عليه، كل شيء يقول لميمته الله ينزل السكينة في القلب ديالك، الله يبرد عليك، الله يبدل محبته صبر العائلة ديالو، الأصدقاء ديالو. فهنا مشاهدي قناة شوف تيفي كتعرفوا بأن ملي كيموت لك ولدك خوك في بلاد الغربة ما كتبردش الا وانك تدفنو حداك في بلادك، على الاقل تزورو، على الاقل تطلع على هذاك الصندوق. الام ما تمناتش تشوف ولدها في الصندوق، تمنات ولدها يجي وحقق احلامه، ولكن اليوم تتقول جيبوا لي غير ولدي في الصندوق، اليوم بغيت نشوف ولدي في الصندوق ونبرد. فهنا مشاهدي قناه شوف تيفي بغينا هذا المباشر الكل يبارطاجيه، بغينا هذا المباشر يبارطاجيه خوتي والجاليه وكل انه يوصلوا هذا النداء باش اللي قدر يعاون يعاون، وان شاء الله حتى المسؤولين كنتمنوا انه يوصلهم هذا النداء ديال واحد الام شوات في كبتها، واحد الام تناشدكم مشاهدي قناه شوف تيفي. مرحبا بك ميمتي، والله يرد عليك البركة وأجركم الله، والله يبرد عليك، والله ينزل السكينة في القلب ديالك. كنعزيوك وكيعزيوك جميع متتبعي قناة شوف تيفي وكل المغاربة. أكيد الخبر باش أن جاك ولدك، يعني جاك الخبر ديال ولدك أنه مات، وماشي يعني غير مريض ومات، يعني مات مقتول، شي حاجة اللي هي صعيبة. باش حسيتي يا ميمتي وإمتى جاك الخبر وعطينا التفاصيل؟ جاتنا أيام الجمعة، سمعت خبر أيام الجمعة، ولدي قالوا لقى مقتول، قاتلو ميصري. قاتلو ميصري؟ قاتلو قال لك ميصري، وأنا درك ولدي بغيت يجي قدامي ونشوفو وندفنو ونعود نزورو، وراه 3 سنين هاديك غافل عليا، وأنا درك بحيت فاش قدرت ندوي، وبغيت ولدي ضروري يجي نشوفو ونعود نزورو هنايا قريب ليا. الله يعاونكم، الله يسهل عليكم. انا بغيت ولادي الجمعيه، بغيت عاون لقى ولادي، وعاون لقى ولدي 3 سنين هادي، وخوره مع تمايا، كاين مع خوه، مع خو تمايا، بغيت خوه، بغيت خوره واقف عليه تمايا، وبغيت ضروري بغيت ولدي يجي، راه 3 سنين هادي ما شفتو، وبغيت ضروري يجي. الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم. قلتي غادي يجيني ولدي في الصندوق؟ قلت معمر غادي يجي ولدي في الصندوق، قلت غادي يقطع وغادي يجي غادي يفرح لي سالك الناس. ودروك تنطلبكم الله يرحم والديكم، بغيت ولدي يجي لهنايا ونعاود نزورو ديما، راه 3 سنين ما شفتو، والله يرحم والديكم دروك. ان شاء الله ميمتي، ان شاء الله يا ربي كما قلنا، يعني اكيد قدر الله وما شاء فعل، ما تمنيتيش انه تشوفيه في الصندوق، ولكن اليوم كتناشدي كل المسؤولين وكل يعني جمعيات المجتمع المدني لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن انهم يوقفوا معاك باش تجيبي الجثمان ديال ولدك وتدفني حداك وتبردي. لا اله الا الله. معنا الاخ ديالو خوتي اللي غادي يحكي لنا بالتفاصيل اشنو وقع،
وشنو الخبر اللي وصلوا، الاخ ديالو اللي راه معاه تمايا في البوسنه والهرسك، وشنو هما التفاصيل؟ مرحبا بك اخي تاع زين الحر. السلام عليكم. بغيت نقدم واحد التوجيه، جاني خويا، جاني الخبر من عند حد مترجم من البوسنه والهرسك صاريب والعاصمه، جاني اخبار نهار الخميس ماشي مع 7:45 دقيقه، وداو للسبيطار ما ماتش نهار الجمعه مع 10 ديال الصباح، ودابا مقتول. دابا شنطلبوا منكم المسؤولين، وتنطلبوا المسؤولين، حنا ما بغينا والو، بغينا اخونا يجي عندنا، انا بغيت اخويا نيسا. وين وين انا ما عايش اخويا يرجع عندي صافي. السلام عليكم. انا الصديق ديالو وداك السيد بحال خويا الله يرحمه في هذا النهار هذا، سمعنا حنا الخبر ديالو مات يوم الجمعه. مقتول ولا مات؟ ماشي مقتول، ما عرفناش السبب علاش. حنا كناجدو الناس المسؤولين وزير الخارجيه، بغينا هاد السيد هذا واخا كتاب الله وتوفى تما، بغيناه يرجع يدفن هنايا واخا تزورو امو يمشيو راه مريضه منا حنا. هادشي اللي كنطلبوا منهم ومن جميع الناس، ماشي كاع اللي كيشوف هاد اللايف هذا يبارطاجي واخا يعاون باش ما كان. هادشي اللي بغينا وكنطلبوا من الناس كاملين يعاونونا باش يجي هاد السيد هنا ندفنوه هنايا ان شاء الله هنا في هاد البلاد، حتى بلاد وهادي كبر هنايا، مشى بغى يحقق المستقبل ديالو 3 سنين وهو غايب، ما جابش الله قدر الله توفى تما كاين. وهادشي اللي الله يصبر فيه ديالو. نرجع للميكرو للاخ ديالو. اخي بغينا غير نعرفوا دابا بالنسبه يعني للسلطات تمايا في البوسنه والهرسك، تعرف عليه الاخ ديالك. هو قتلو مصري. قتلو بموس، ضربوا موس. ومن تواصلوا معاكم نتوما السلطات يعني اشنو شفتي ليهم؟ صيفط لهم تصاور المعلومات، الفوتوكوبي ديال لاكارت، فوتوكوبي ديال الباسبور. وخوك دخل حتى لعندو تعرف عليه؟ اخويا راه عيطوا عليه البوليس ديال البوسنه هاد الصباح مشى عندو باش يشوف. يعني تما دابا المسؤولين تما او السلطات تما في البوسنه والهرسك بالنسبه ليهم المرحوم حمزه ماشي مجهول الهويه. معروف. معروف. مع الاخ ديالو. مع الاخ ديالو. هادشي علاش نطلبوا من السلطه حنا يعاونونا باش يرجع لنا اخويا المغرب، حنا واخا يرجع راه مجروحين بزاف اخويا. الاخ ديالو راه السلام عليكم. الاخ ديالو راه توصل بشي تصاور انه مضروب وديولو نيت، فهمتش؟ راه توصل بهم وكلشي عنده مضروب بجنويه. المهم حنا كنطالبوا باي واحد كاين تما عنده اللغه ديال البوسنه، راه كاين الاخ ديالو تما، كنتمنى شي واحد يشوف هذا اللايف ان شاء الله ويتواصل مع خويا يعاونو يوريه شنو يدير اللي يكون عنده اللغه. راه كاين الاخ ديالو تما، وحنا راه ما قصدنا حتى شي اداره هنا، حتى شي اداره ما سدتش فينا الباب، ما عرفناش فين غنمشيو. كون عرفنا يعني ما عرفتوش حتى فين تاش من باب والو، القلب ما كاينش، التفكير ما كنفكروها فيه هو يكون عندنا هنا، هذا الشيء هذا هو التفكير ديالنا. ما عرفتوش فين تمشي والو، ما عرفناش فين نمشي. حنا كنطالبوا يشوفوا هذا اللايف هذا وشي جمعيه ولا شي حاجه تعاوننا اللي عارف هذا الشيء تبقى معاه، الله يرحم الوالدين. هذا الشيء باش كنطالبوا حنايا، وراه حنا اصحاب ولا القلب ديالنا راه الله اللي عالم، اما الام ديالو راه ما شاء الله حنا حاسين بهذا الشيء والحمد لله. وكلمه الاخ امين. السلام ورحمه الله. خوتي كنطالبوا بحاجه وحده، كنطالبوا بهذاك السيد يجي عندنا يندفنوا، انا باغي والو. المهم شو غتسطى خوتي اللي كيشوف هذا اللايف ولا كيشوف موت هذا السيد، بغينا ما بقينا باغيين والو، بغينا عيد السيد يندفنوا، بغينا المهم شو تشوفوا مسكينه راه غتسطى. هذا الشيء اللي كنطالبوا خوتي. وكلمه السلام عليكم. معكم ايوب فتاح، صديق ديال حمزه خضراوي. حمزه خضراوي اش غادي نقول لكم، ماشي كان صديق ديالي، كان خويا، كنت كنجي نعس انا وياه، نبات معاه يجي عندي للدار. دابا تواصلت معاه تقريبا شي سيمانه من قبل، وكان كيقول لي ان شاء الله غادي نوصل ونحقق وندير الوالده، ولكن للاسف غادي هذاك الشيء اللي كان كناوي. اش غنقول لك، ان لله وانا اليه راجع. يعني واخا انه تما يعني مازال ما دار اوراق، مكرفس مغرب، ولكن ما قدرش يرجع، يعني مازال عنده طموح. اش غادي نقول لك، الحمد لله. هادشي اللي نقول لك الحمد لله. يعني حمزه خضراوي كان حال انسان طيب يعني، وانا اللي بغيت نوصل شكرا نشوف تي في بعدا كاين على الاجراءات اللي داروا معنا، ودابا الام ديالو والاب ديالو كيعيش واحد اش غنقول لك يعني مع طبقه فقيره، وكنتمنى من الناس يساعدوه ويتعاونوا معاه،
ماديا ولا معنويا يعني، والخو على الاقل يتعاونوا معاه غير بالبارطاج يعني، وما عارفينش هما فين يمشيو، ما عارفينش الباب يعني. حنا باقي يعني واقفين الحمد لله، دابا واقفين دابا حق الله شي نادي بوا والله ما عارف. الحمد لله الحمد لله والله ما عرفنا فين نمشي. ياسي الحمد لله اختي، الحمد لله اختي اللي بغيت نوصل لكم ان بقى هما ما مشاو حتى الباب يعني، بقاو غير باركين غير في بلاصتهم. حنا ما عارفين ما عارفو فين، بغاو لي يعاونهم هما ما عندهمش اصلا، ما عندهمش. اش غنقول لك راه اش غنقول لك اختي، راه عجز اللسان. هادشي اللي بغا نوصل لك اختي ناديه، وكنوصل للمشاهدين الكرام اللي عنده باش يعاون يعاون، و ماديا ولا معنويا. وشكرا بزاف، وشكرا انت شفتي فيو. سلام سلام عليك اختي. حنا كنطالبوا بوالو اختي، كنطالبوا بخونا يجي يتدفن عندنا هنا، مشيت تدفن ليه اختي فهمتي، باش نطالبوا بحتى حاجه اختي. خونا يجي يتدفن هنايا وصافي، ولا شي مسؤول ولا شي حاجه تما، ولا شي مطرجيب يتعاون معاه، راه خوته هو كاين تما يتعاون معاه في قنصليه ووري شنو داير اختي. وهادي ما عارف والو اختي، هادشي باش كنطالبكم يعني. لحد الان نتوما لا الاصدقاء ولا الجيران ولا الاهل ولا العائله ما طرقتوا التاب، ما عارفين ما ديروا. باقي ما عرفنا ما نديروا اختي، حنا ما عرفنا ما نديروا. حنا حتى جاتنا هاد الخبار الصدمه يعني. الحاجه الوحيده اللي كتقولوا هو ان بغينا الجثمان يجي لنا، بغينا الجثمان يجي ندفنوه هنا يا اختي. بقينا باغي والو، حنا كنا باغيين ندير شحال من حاجه اختي، ما دارهاش مكتبه لي وصافي. حنا بغينا الجثمان يجي هنا ندوروا حدانا خونا صافي. على الاقليه اختي، على الاقليه الكبده بعدا كان، على الاقليه الكبده ديال امي مشات تبرد تبرد يعني. امي مشات 3 سنين ما شافته اختي ويدفنوا لي، باقي ما شافتوش 3 سنين ما تشوفوش هي كاع. ها راه شفتو المهم مشاو فاق صاخشي. حنا كنطالبوا بحاجه واحده، الحمد لله باقا ما درنا حتى شي اجراءات. كنطالبوا بحاجه واحده، مسؤولين عاونونا، وهادي عاونونا نجيب خونا يتدفن هنايا اختي. هادشي باش كنطالبوا اختي وصافي. السلام عليكم الاخوان الاخوات بارطاج خوش. الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاج يا خوتي. الله يرحم لكم الوالدين، راه بغينا هاد الدري اخويا يجي. هادي هي العارضة الأولى، العارضة الثانية أخوتي هذاك الدري راه خونا وحبيبنا ووالديه مساكن أخوتي، راه بقاو فينا هذا الشيء اللي كاين أخوتي. الله يرحم لكم الوالدين أخوتي، اللي عنده شي حاجة وقادر يمد يد المساعدة أخوتي يمد يد المساعدة للناس، وهذا الشيء اللي كاين أخوتي. الله يرحم لكم الوالدين. العارضة الثانية أخوتي كنقدموا تعازينا الحارة كأصدقاء كاملين، الأم والأب ديالو والأخ ديالو، وبالنسبة للأخ ديالو أختي الدر مسكين ماش مغدور، ماشي مات شي موته ديال الله فهمتي، هذا هو اللي كاين اختي فهمتيني اختي. المهم اختي كنبغينا الدري هذا اختي يجي تدفن حدانا والله اختي، هادشي والله يشبور شنو كنقفقفوا على الدري هذا. المهم اختي الله يرحم لكم الوالدين خوش اخواش، بارطاجيو هذا الفيديو هذا، الله يرحم لكم الوالدين. وصل المسؤولين، وصل اللي عنده يد المساعده خوتي، اللي قادر على شي حاجه يديرها. الله يرحم لكم الوالدين، بنادم يقدر يفيدنا بشي حاجه خوتي، باش والديه شامو خشي نوضو ويديروا شي حاجه باش الولاد ديالهم يرجع عندهم هنايا ويتدفن حداهم، يزوروه في الاعياد يزوروه في كذا. هذا الشيء اللي كاين اختي والله اختي، هي موت صادمه اختي، هي موت صدمه بزاف اختي والله. علاش بنادم غادي على لقمه الخبز وغادي يبني مستقبل، تي كتجيك خبار اختي في تليفون ماشي جا شي حاجه واقعيه فهمتيني، بان ولدك ولا خوك راه مات ولا هادي فهمتيني اختي، شي حاجه صعيبه بزاف والله. المهم اختي هذه هي الكلمه اختي اللي عندي انايا، والله الله يجازيكم بخير انتوما، والله يجازي خوتي كاع المسلمين خوتي، واللي قادر يمد يد المساعده يمد الوالدي يا خوتي. الله يرحم الوالدين اختي نادي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، شفتوا معنا فعلا هي صدمه وصدمه قويه، لا على العائله ولا على الاصدقاء، والنداء واحد. لاحظتوا معنا اللي شد الميكرو نداء واحد، بغينا الجثمان يجي تدفن هنايا. للاسف حمزه ما وصلش للوجهه المنشوده ديالو، غادر احضن الميمه ديالو هذه 3 سنين، كان الحلم ديالو يوصل للحلم الاوروبي، مشى في البدايه لتركيا، من بعدها دخل اليونان، يعني من تما حتى وصل للبوسنه والهرسك. 3 سنين وهو يتنقل من دوله لدوله زحفا نحو حلمه الاوروبي، لكن مساره توقف في البوسنه خوتي، وكانت الفاجعه. حمزه مات مقتول قبل ما يوصل لاحلامه ويرجع يشوف ميمته اللي من نهار مشى وهي عايشه على امل انها تشوفه امامها واقف على رجليه هي يعني. اليوم كذلك مشاهدي قناه شوف تي في كنشوفوا ان ذاك الحلم تكسر،
داك الحلم ديالها تكسر وكتمنى يجيبوا ليها ولدها تشوفوا ولو في الصندوق وتدفنوا بالقرب منها، لان هذه هي الحاجه الوحيده دابا اللي غادي تطفي ليها هذيك الزمره. وحنا خوتي اللي مطلوب منا من هذا المباشر، هذا نداء، هذا نداء خوتي، نداء لكل المسلمين فين ما كنتوا، داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، اللي شاف انه يقدر يمد يد المساعده، اللي قدر انه يوجه هاد الناس يقول لهم ها شنو ديروا، ها فين تمشيو، ها الوراق اللي توجدوا، ها بمن تتصلوا، حاولوا توجهوهم مشاهدي قناه شوف تيفي، لان راهم واقفين وعاجزين وعارفين كلمه واحده ونداء واحد، هو ان بغينا الجثمان ديال حمزه يجي لمدينه خريبكه ويتدفن حدانا ونزوروه ونقدموا التعازي لبعضياتنا، لان سميتو العزاء الا وان كنبردوا فيه، الا واننا كنشوفوا هذاك الجثمان الا اننا وكنبكيو وكنبردوا وكنقولوا الحمد لله. الحاجه الوحيده اللي تبرد الجمره او ديك العافيه اللي شاعله او الكبده ديال ميمتي اللي راها محروقه على ولدها هي انها تطلع على ولدها في الصندوق وتدفنوا حداها وتمشي تبقى تزورو وتدعى معاه. طلبوا الله سبحانه وتعالى، الله يرحمه، الله يوسع عليه، الله يثبته عند السؤال، الله يغفر لنا ولاه يا رب. وميمتي والاصدقاء ديالو والاخ ديالو والعائله ديالو، يعني الجيران، ساكنه مدينه خريبكة، كاع الناس اللي كيتابعونا اكيد راه كان تغيروا، راه كاع الناس اللي كيتفرجوا تيشوفوا دابا وتيسمعوكم وتيسمعوا النداء ديالكم، حتى حنا كنقدموا لكم تعازي، حتى حنا خاطرنا خاسر، حتى حنا يبكينا معاكم، حتى حنا حاسين بكم، لان ضعنا في شاب في العمر ديالو 27 سنه، تمنينا يجي ويخلف لميمتو ويعوض لميمتو ويكون حقق الحلم ديالو، ولكن للاسف الشديد ولينا كنطلبوا غير يجي ويجينا في الصندوق، غير يجي في الصندوق ويدخل للزنقه ديالهم ويشوفوه الجيران ويقدموا التعازي ويمشيو يدفنوه ويبردوا، قدر الله وما شاء فعل. اذا هنا خوتي الكل يناشدكم من بعد الله سبحانه وتعالى، يناشد المسؤولين وكيناشدوا جمعيات المجتمع المدني، واي واحد لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن قادر يقدم المساعده، ما تبخلوش ما تبخلوش مشاهدي قناه شوف تيفي. هذه هي الصوره ديالو مسكين مباشره. نعم، لا اله الا الله، هذه هي الصوره ديالو. أول خويا دري ماش باشكم ماش وقفوا ماش ليش نطلب من المسؤولين ليش طايب مانا شي حاجة باش يجي يشوفوا نايميش. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نداءك ميمتي الأخير، قول يا ميمتي، كنتمناو الجهات المسؤولة تلبي نداء هاد العائلة خوتي، هاد العائلة المكلومة، ويساعدوهم باش الجثمان ديال ولدهم يجي للمغرب طبقا لتعليمات جلالة الملك مشاهدينا. فغادي نرجع عند الميمة وغادي نخليها دير واحد النداء اخير. للاسف يعني كنا بغينا نربطوا الاتصال بالاخ ديال حمزه اللي كاين دابا تمايا في البوسنه والهرسك، بغينا نربطوا. لا اله الا الله، اخو محمد الخضراء هذا خوه، هذا خوه دابا اللي كاين معاه، هذا خوتي خوه اللي كاين معاه. والميمة مع النقص الصوره وكتمنى انها تطيح على الصندوق وتبرد وتبكي. كنتمنى وكنتمنى ميمتي قولي النداء ديالك الاخير ميمتي. السلام عليكم، بغيت ولدي يجي لهنايا، بغيت يجي في صندوق ونعاود نزورو ديما، رانا تحركت تشبيت عليه، رانا هادي يومين انا شاده ليل ونهار، بغيت ضروري ولدي يجيبو لك في صندوق ونشوفو ونعاود نزورو. الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، رانا تقجيت مقدرتش ندوي، الله يرحم والديكم، بغيت ولدي يجي ونشوفو ونعاود ديما كل جبعه نزورو، الله يرحم والديكم. الله ينزل السكينه في قلبك اميمتي، والله يبرد عليك، الله يبدل محبته والصبر. اكيد راه شفنا الحاله الصحيه ديالك يعني منهاره، الصوت مشى، الحاله الصحيه ديالها تعنق في الصوره خوتي، كتعنق في الصوره ديال ولدها. اذا هنايا الاصدقاء الكل كيبغاو باش انكم تشوفوا الصوره ديال حمزه، فدعواتكم كل متتبعي قناه شوف تيفي، بغيناكم كاملين كاملين خوتي تدعوا معاه، ترحموا عليه. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي غندير لكم تذكير بالنسبه لرقم الهاتف ديال الاخ ديالو ديالك ياك هكا خويا. ها انت دير لهم تذكير للمتتبعين معنا، ربما اي واحد يقدر يفيدكم بشي معلومه ان شاء الله، اعطي الرقم اللي بغيتي يتواصلوا معاك، واللي تواصل معاك اعطيهم رقم الهاتف عاود ديال الاخ ديالك اللي تما، الى شغل الهاتف ديال الاخ اللي تمايا. حاول دابا عطيهم بعدا ديالك، عطيهم غير ديالك واللي تواصل معاك وطلب لك النمره ديال خوك. هاك قولها لها 06 09 61 76 77 عاودها.
06 09 61 77. هذه هي النمره ديالي. هذه ديالك؟ اول مرحومه. هو حمزه. حمزه الله يرحمك، الله يوسع عليك، وانتم اخوتي الله يبدل محبته وصبر، دمتم في رعايه الله. الى اللقاء، بارطاجيو اخوتي، بارطاجيو، الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا المباشر باش يوصل للناس اللي تقدر تعاون ماديا، تعاون عفوا، تعاون ان توجه هاد الناس، تعاون ان الجثمان ديال حمزه انه يجي لمدينه اخرى يبقاو يتدفن هنايا. باي معلومه تقدروا تفيدوا هاد الناس فيدوهم، واقفين عاجزين. حاجه وحده اللي عرفوا يقولوا هو بغينا الجثمان ديال حمزه يجي لمدينه خريبكة. فانتوما اخوتي اللي عرف شي حاجه ما يبخلش، اللي قدر يتعاون ما يبخلش، وكذلك نداء لكل المسؤولين، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.